مرحبا بكم في برنامجكم الجديد، برنامجكم اللي باش تشوفوه ان شاء الله كل اسبوع على القناه الوطنيه الاولى. البرنامج هو نهار مع كوثر. ان شاء الله الصغيرات يعديوا نهار معايا مزيان على الاخر على الاخر، باش يكونوا ضيوفي نظارات ميكا صغيرات. هما اللي باش نحكي معاهم في مشاكلهم، في شنو يعجبهم شنو ما يعجبهمش، في كل شيء نجموا يفرغوا قلبهم في برنامج هذايا ان شاء الله معايا انا. دونك ان شاء الله الصغيرات يشوفوا فيا في كل بلاصه، في كل كانت تتفرجوا فينا، تقولوا لماما الموعد هذا لازم تحطوا لي القناه الوطنيه الاولى. وان شاء الله ان شاء الله تكونوا زاد انتم من مشاركين معايا من ضيوفي اللي يعديوا معايا النهار. اليوم باش تجي رامي واللي هي وصلت، مرحبا بها. عسلامه رامي. عسلامه مدام. عسلامه. عسلامه بنوته. خو بنوته اخرى. ان شاء الله تعدي نهار حلو معايا. نقولوا باي باي لماما. باي باي. باي باي. هيا ننطلق انا وياك نجريوها. هيا اوب اوب. باش نقص توا تساكر رامي، باش ندخل انا وياك بالبدر. عسلامة تعطينا زوج تساكر. تفضل. هاكا تسكر ب 900 رامي، معناها انا وياك دينار و 800. اوكي. هذه دينار و 800. عايشك. ميرسي. هذا دينار. اوكي. ميرسي. هذه تذكرتك؟ باش تدخل بها هذه تذكرتي. يلا. تفضل. عسلامة. مرحبا بكم. عايشك. أول حاجة باش نعملوها رامي مادام أنا وياك توا تقابلنا الصباح، باش نفطروا فطور الصباح مع بعضنا، أوكي؟ يلا نمشيو. نمشيو مع بعضنا. نمشيوها شكلي شكلها. أيا واحد اثنين ثلاثة شكلي شكلها. لا 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 شكلي شكلها. غلبتك يظهر لي. مرحبا بك رامي مرة أخرى، شرفتي. محليك 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 بنوته مزيانه وحلوه وزيد منظمه تجي في الوقت محلى روبتك. ها جبتها لي من العمره. جبتها لك مميتك من العمره. عيشها عيشها مميتك. شو تقول لنا؟ اخذ الكاميرا وقول لها كلمه حلوه. عايشك احن ما في الدنيا. يا احن مني في الدنيا. عايشك بارك الله فيك. عودي لها عودي لها الكلمه. يا احن ما في الدنيا. يا عيني يا عيني. ان شاء الله ربي يفضلها مميتك. شو اسمها مميتك؟ خدوجه. خدوجه. غنيوا عليها برشا غاني خدوجه. تعرف تحفظ اغنيه على خدوجه؟ نعرف كان خديجه. كيفاش خديجه؟ ترى غني شويه. شفتوش خديجه. ايه؟ زيده بعد ما تنساها. ديما تنساها. قول لها الكلمة هذيك شفتوش خديجة وهي تفرح بها كاو. أنا فرحانة أنك أنت جيت، خاطرك بنية لسانك مطلوق وتحكي وتتكلم وعندك آراء، وأنا نحب الآراء نتاعك أنا وياك نحكي فيهم شوية. أنت من اللي يقوم بكري ساعة ولا تقوم بالصيف إلا ما تقومك ماما؟ قومك ماما. معناها انت من صغيراتك اللي يا راني قوم يا راني قوم هكاك ماما. ها تعرف تقلدها وهي تقاوم فيك؟ كيفاش تعمل مامتك؟ يا راني راني هيا قوم وقت الماكل. تو وقت
توا وانت اش تقول؟ قول خليني نجي نرقد شوي. معناها انت تتسمى كسوله ولا ليه؟ متوسطه بس كسوله نقولوا احنا. اما كي تقوم ناشطه وتحضر روحك فيسا وتحضر روحك وحدك وتعمل فطور صباح زيدا ولا ليه؟ انا نعمل شوكولين وسكر وماما تعمل الحليب. معناها تشرب كم حليب وتخرج؟ ما تقعدش تفطر فطور صباح. اما بهيك واحد يفطر فطور صباح قبل ما يخرج. شنو تهز معاك لهم جنبها؟ كل مرة حاجة. مثلا؟ مرة ياغورت وعصير بنان. بنان كي تعمل لمجة بنان بيه. بيه انا اليوم اخترت الحديقة هذية البلفدير تعجبك ساعة ولا ايه؟ جيت قبل هوني. معناه الاختيار عجبك؟ اوكي. واخترنا القهوة خاطر محليها مزيانة نشربوا فيها قهوة ونحكيوا شوية. الحديقة هذية تأسست عام 1963 وتحلت للعموم عام 1966. معناها أكبر منا برشا الحديقة، أكبر مني أنا زيدا. وفيها تقريبا 1200 حيوان والمساحة متاحة 12 هكتار، معناها كبيرة بكده بكده. فيها برشا حيوانات، فيها كما ترى توا احنا قاعدين بحذنا البط. يعجبك ولا ما يعجبكش؟ يعجبك؟ شنو اسمه صوت البط مثلا؟ باق باق. هي تعمل باق باق باق؟ مثبتة اللي هذه بطة؟ ليه باق 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 هي؟ ايه؟ البطة تعمل هكيكا؟ بالحق مش تعمل واك 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 واك؟ ايه عندها صوتين. ايه؟ عندها صوتين، ايه مثلا. وشنو اسمه صوتها البطة؟ واك واك وباق باق. شو اسمه صوت البطة؟ الزبيط بالعربية. الزبيط هو صوت البطة. مغرومة أنت بالحيوانات؟ عندك حيوان في الدار؟ كان عندي البيروش. إيه؟ وينه كان؟ قلت لي كان عندي، معناها توا ما فماش. واحد طار واحد توفى. أوكي. ومن بعد ما ربيتش حيوان آخر؟ أنت داركم واسعة شوية ولا في برطمان؟ لا واسعة. واسعة؟ لكن نخيروك في من في الحديقة هذه الحيوان اللي أنت تحب تحطه في الدار شنو؟ القرد. القرد؟ علاش؟ خاطر يعجبني، نحب يتسلق في الأشجار. إيه؟ يولي يتسلق في الدار يعمل جو لماما؟ يهبط لها الدنيا ويعمل فوعة؟ لا حدا نحطه في السطح نحن. قرد في السطح. به يتربى زرع في السطح؟ ايه. شكون مشيت تلهي بيه؟ انت؟ ايه. انت تعطيه ياكل وتعطيه يشرب وتلهي بيه؟ ايه. باش هكاك ماما ما تتعبش. ايه. باهي. ماما هي زعلانة تعاني فيه. تولي هي تعاني فيه هكا ولا؟ أيا لنا نمشي ونحكي مع بعضنا على القراية. أنت من كندا الناجحين والممتازين ومتفوقين؟ ايه. قديش المعدل متاعك؟ 18. يا عيني تبارك الله. سما أنت باهي، أنت سنة ثالثة معدل 18 باهي برشا. دونك السنة إن شاء الله تكون زادة كيف كيف متفوقة وعندك 18. كيفاش تعمل باش تكون ناجحة في القراية؟ نقرا بالكدا ونراجع نقرأ بالبيت ونرجع ونقرأ القصص. تقرأ تعمل مطالعة معناها؟ باهي برشا. المطالعة حاجة هايلة ياسر. آخر حاجة طلعتها شنو؟ لا بيروكي ولا لا بيروكي شو نقول؟ لو بيروكي نوار. اي هو فما بيروكي نوار في الدنيا؟ فما زعما؟ ما عرفتش. اما هو لونه في الحقيقه ابيض، اما الغراب مش الغراب يحقل ولا رد لونك اكحل تولي يحبوك الناس. هو دبر عليه قال له تولي لونك اكحل. ايه هذايا بالفرنسي اللي قريتها. بالعربي تعمل مطالعه تقرا حاجات بالعربي؟
صاحب الظل الطويل وذات الشعر الحمراء. ذات الشعر الأحمر مش أنا معناه؟ لا شعري ولا أحمر زيتك. كيفاش القصة هذه ذات الشعر الأحمر؟ فما امرأة تربي طفلة والطفلة هذيك يتيمة. يا أخي المرأة ردت تعمل عندها كي كبرت. قصة مزينة تنصح بها الصغيرات اللي تو يتفرجوا فينا يقراوها. باهي برشا. دونك انت معاونه القرايه نتاعك بالمطالعه وانك تراجع دروسك. هكاك انت تلميذه جايبه 18 معدل. معناها انت تلميذه ممتازه. انت مثال للصغيرات الحلوين. هكا شنو اللي يعجبك انت في المدرسه نتاعكم وتحب المدرسه عليه؟ الحفلات. الحفلات. والهدايا اللي عجبانا. الهدايا والكلون. كلون. الانيساتي نتاعي. انيساتي نتاعك. اني منهم انيساتي؟ شنو اني المعلمة اللي انت تحبها برشا في القسم تقريك بالقدي وتحبها؟ العلوم. اي اما طوى المدرسة الكل عجبتك الحفلات وشنو قلت لي والهدايا وشنو لقيت؟ مدرسات والكلو. اي والقراية في هذا الكل حفلات الهدايا. اي المعلمين معهم القراينة. ريت كيف انا ما فهمتش المعلمين معناها القراية. دونك انت المواد اللي تحبهم وتحب تدخل تقرا لهم شنو؟ الرسم والعلوم. هذوما زوج مواد اللي انت تحبهم على خاطر المعلمين انت باين معاك تحبهم. الفرنسي والعربي. هي برشا. شنو هو طبعا الحاجات اللي ما يعجبوكش في المدرسه؟ التواول والساعات. التواول خايبين التواول في القسم؟ ايه ضايقين. كيفاش تحبهم انت التواول باش يعجبوك؟ يكونوا كبار شويه. اي والكراسي زاده كبار. التواول الكبار هكا كيفاش معناها الفوق؟ هكا هكا عاليين هكا. اي والكراسي كيفاش تحبهم؟ كيف ما تطلع زاده كيف عالي. مثلا اقتراح لي. اي شنو اللي خلي ما يعجبكش؟ القاعة. اش بيها القاعة؟ مسخة. يلزم هذي عندك الحق يلزم ينفوها. شنو اللي الأطفال يرسموا على السبورة. شو يعملوا؟ يبلبدوها يكتبوا فوقها. عندك الحق. دونك السبورة تولي مش باهية. انت شنو تقترح ملك تقراو مش بالسبورة؟ تقرا بالتابلات. تحب تقرا بالتابلات. ايه عندك الحق. في بلاصة تاعنا السبورة معناها ناحية التباشير والسبورة تقراو بالتابلات. ايه هاو يسمعوا فينا يلزمكم تاخذوا كلام صغار ظهر الاعتذار. ايه دونك التابلات والكراسي ما يعجبوكش والمدافع هذوما الحاجات اللي انت ما عجبوكش. باهي برشا والله اقتراحك في بلاصتو وان شاء الله نهار اخر نلقاو صغيرات يقراو كما تحكي انت. سيما المدرسة نتاعك محلاها عندك فيها أصحاب وعندك فيها أصدقاء تحبهم هكيكا. أنتم عاقلين في القسم ولا مشاغبين شوية؟ لا عاقلين. هما جاهد وأنساب المشاغبين. شكون المشاغبين؟ جاهد وأنساب. جهاد وأنساب. جهاد هذا يلزم يكون ضيف عنا في الحصة. جهاد هذا المشاغب نتاع القسم. شنو العمليات اللي يعملهم جهاد في القسم؟ ضحكنا يوحل المشكلات يقول والله هو يكبر. اوه لا لا. اي وانتم ماش تعملوا كي ضحككم هكم تضحكوا معناها عجبكم؟ لا نحن سألنا هكا نحبوش نضحكوا. تشدوا فمكم هكا باش تضحكوا؟ لا باش ما تضحكوش. جهاد كربان لازم نلقاوه ونجيبوه معنا في الحصة باش نشوفوه كي شيخ باش نوا يعمل هكيكا.
اما تحبوا في القسم انتم الجهاد؟ مش ماشي ماشي. تتصور انت القسم بلاش الجهاد بلاش الشغب نتاعو؟ ايه. ها؟ ما تجيش القسم بلاش الجهاد. خاطر وليكم ما فماش ضحك. احنا ما نحبوش نضحكوا. وي في القسم ما لازمش نضحكوا خاطر وقت قرايه صحيح. أما كي غيب جهاز نرتاح نضحكوا ما يوحلش فينا المشكلة دي. باش المعلمة تغشش وتعاقبوا. تعاقبوا هي المعلمة؟ كيفاش تعاقبوا؟ تلزم المدير. كاب إذا يعمل عملية تلزموش المدير. أيا لله، أنت عندك الصغار اللي تعرفهم الكل، تعرفهم أصحابك يخرجوا يجيو هما زادا بالجدار. ينجموا يمشيوا يخرجوا يحوصوا يمشيوا مع ماما يفطروا لبرا. اما تعرف اللي فما صغيرات اخرين ما ينجموش يخرجوا ما عندهمش بالجدار. فما مناطق اخرين ما فيهش بلاصه للترفيه، الصغيرات ما يلقاوش وين يمشيوا. كان انت نعطيك مثلا مسؤوليه هكايا، معناها عندك مثلا عصا سحريه هكا باش تعمل بها حاجات للصغار، شنو تعمل لهم؟ المناطق الكل بالبدار في كل المناطق والمدارس اللي ما عندهمش مدارس. يعطيك الصحة. ونعمل لهم اللعب الكل. اللعب وين يمشيوا يلقاو اللعب؟ حتى في الشارع. ها؟ نعم. في الديار بركة؟ لا نعملهم لعب في الديار في الشارع. أما يكونوا أما في بلاصة مزيانة. في بلاصة مزيانة هي جو كبيرة دي هي. هذوما الحاجات اللي أنت تحب توفرهم لنا بالفيدير في كل بلاصة. ونعطيهم عندهم يوليو يعني يحبوا برشا بالعصا السحرية النجمة. انت تعرف شكون رئيس الجمهوريه التونسيه نتاعنا؟ شكون قائد السبسي؟ بيجي قائد السبسي. وكان انت نهار تولي رئيسة الدوله في بلاصتو نهار واحد تولي عندك سلطه وقرارات وكل شيء، نجم تنفذ الحاجات هذوما؟ شنو تعمل لنا اذا كان تولي رئيسه؟ اللي قلت قبيله. كيف بالبدار ومدارس؟ وكيفاش الناس تولي أغنية؟ كيفاش تعمل لنا؟ نعطيهم واحد واحد برشا فلوس. تعطينا واحد واحد لكل فلوس؟ أنا ننتخبك من تو. أنا مصوت لك. معناها التونس الكل تعطينا فلوس. لا رئيسة هي لا. وإذا كان هو توا قدامك يجي قدامك سي بيجي قايد السبسي شنو تطلب منه أنت ليك أنت؟ نطلب منه اخذ من الكاميرا وقل له نطلب منك نطلب منك توفر المستشفيات للمرض السرطان. لطف عليك يا بنيتي لطف علي اسمه فيما الكل. وشنو عليك؟ والمدارس للناس الكل. والمدارس للناس الكل، مستشفيات لمرضى بالسرطان والمدارس الكل. مقدور عليه سي بيجي قايد السبسي الطلب تاع البلوطه هذول ينجموا نعملوه، ينجم زعما يعملهولك؟ قول ان شاء الله يعمل لنا، ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يعمل ان شاء الله. تعرف لي انت محلك عسل ولا لا الساعة؟ في بالك اللي انت عسل؟ ها؟ تعرف مش بزي. انت بنيه حلوه ياسر ياسر ياسر. عايشه. وين انت تعرف اللي شهوده بنتي تقريبا في عمرك اصغر منك بعام شاهد. كي نحكي معاها نقول لها مثلا انت شنو اللي يعجبك في ماما؟ جاوبني بسهوله ما تخافش وما تحشمش. وشنو اللي ما يعجبكش؟ تقول لي زيدا. انت ماما وبابا اكيد باش يكونوا محليهم يهبلوا يحبوك وكل شيء. عندك شي حاجات اللي انت تحبهم يبدلوهم شوي؟ كل شيء يهبل فيهم. وشنو الحاجات اللي تحبهم برشا في امك وابوك؟
ما أحن واحدة. أحن واحدة أي؟ وفي فاطمة عشري اللي نحب عليه. هكا البوي كاسكي والأم الحن. بابا يشري كل شيء وماما هي أحن واحدة. هذيك هو هذيك الصحيح. هكا ولي شو تقول له بابا كي تغزل له الكاميرا؟ نقول له ربي يفضلك. ربي يفضلك وماما؟ حتى هي وهي ربي يخليك ليا يا ماما. آمين يا ربي، إن شاء الله خليهم لك ويشوفوك عروسة ومزيانة ويشوفوك ناجحة. أنت كي تكبر شو تحب تولي؟ بيبا. بيبا شنو؟ بيبا. مش تنمشني. المهم طبيبة، شو يهمنا احنا؟ طبيبة الكبار الصغار، المهم طبيبة. هكا ولا لي؟ أما كان يخيروك طبيبة للكبار وإلا للصغار؟ أنا كبيرة طبيبة للكبار والصغار. آه أوكي، طبيب طب عام يعني، أنت تكون طبيبة للناس الكل. علاش اخترت طبيبة؟ على خاطر الطبيبة تساعد الناس الكل، وأنا نحب نساعد الناس الكل. تحب تساعد أنت الناس؟ تحس روحك فرحانة كي تعاون الناس؟ مثلا شنو شكون عاونته هكا معاك في المدرسة ولا في الدار ولا في الشارع؟ شنو الجست الحركة اللي عملتها أنت عاونت بها الناس؟ نساعدهم في جمع الأشياء ونعطيهم يكتبوا. تعطيهم يكتبوا؟ ونوريهم الحروف والأرقام. آه أصحابك تعاونهم في الحروف وتعاونهم في الأرقام ونلم معاهم. تعرفش معناها الفوسكة أنت ساعة ولا ليه؟ ما تعرفش الفوسكة؟ خير حاجة ما حشتش بها باش نعرفوها أحنا. باش نسألك أنا أسئلة توا ونشوف، خاطر فما كلمات كنا نستعملوهم قبل وتوا واللي ما همش موجودين. حابة نشوف أنا، خاطر أنا أكبر منك بعامين نعرفها. باش نشوفك تعرفهم ولا لا؟ ها؟ شنو معناتها أخراس؟ تعرفيش بكل أخراس؟ تقريبا هكا طلع وين نقول لك شنو الأخراس؟ أعمل مجهود هكا. أخلاص بصدق. ولا أخراس؟ أخراس خراس. نستعين بمساعدة كل المخرج، كل سيد المخرج شنو ولا خراس؟ قل له عمي أنيس شنو ولا خراس؟ الخراس قدامك راهو ترى فيهم. ها هما الخراس. بلالك كي يكونوا حلقة هما الخراس، ما عادش نقولوها بكل كلمة. باش نعطيك كلمة أخرى. إيش معناها غشير؟ احلى غشير قاعد قدامي، احلى غشيره قاعده قدامي تو. انا هنا. شنو هو الغشير؟ مزيان. اما حاجه اخرى، الطفل الصغير يقولوا له غشير زيده ولا غشيره. تريد كيفاش كلمه زيده ما عادش نستعملوها. اش معناها ملاخ؟ ملاخ فلاح. ملاخ مش فلاح. ملاخ. الملاخ كي تقطع الصباط وين نهزوه؟ الملاخ. صحيح، هو صليح الصبابط. كي ذاتي ما عادش نصلحوا الصبابط، يتقطع اللوحو. معناها احنا نحكيو في حاجه مازالنا؟ اي حضرنا فما شكون يصلح الصبابط. ايه شو اسمه؟ صليح الصبابط. فوالا المليخ هو صليح الصبابط. ثلاثة كلمات تعلمتهم أنت واللي يسمعوا فينا اللي ما عادش نستعملوا فيهم، هكا تسمعهم تعرفها. ها؟ تحب نكملوا حديثنا في بلاصة أخرى ولا نكملوا هوني محلاها البلاصة؟ نكملوا هوني. نكملوا هوني، يلا. أنت قلت. أبدا كل الكرواسون ما نشدكش كان عن ماكلة ونكملوا نحكيو. أنت توا مثلا رانا أعز صاحبات عندك ولا أصحاب ولاد في المكتب شكون؟ شاهد. هاي؟ وزين ومهاد. علاش هما أحسن صاحبات؟ هما رامزة معاك. مرامة؟ علاش اخترتهم هما أحسن صاحبات؟ ما نعرفش علاش.
نختاروا احنا صديق ولا صح؟ تحبهم اكيد خاطر صحابك و... والمحبه نتاعكم محبه صافيه. انت علاش تختار اصحابك ولا كيفاش تختار اصحابك؟ ما نعرفش اخترتهم نحبهم وكهو. احنا الكبار كي نختاروا صحاب عنا مقاييس، نقولوا صاحبي هذا خاطره باش يعاوني، صاحبي هذا خاطره باش يعطيني كل حاجه. انتوما نحبوك هاو، انت محلاها هذيك الصحبه. تحب صاحبك بحشيشه وريشه كيف ما هو هكا ولي؟ كي تتلاقاو وتقعدوا مع بعضكم شنو تحكيو؟ نحكيو عن مدارس الدراسه. اي نحكيو ايش نلعبوا هكا. وتحكيو زد على شنو تحبوا تشوفوا في التلفزه؟ مثلا انت شنو البرامج اللي تعجبك وتشوفها في التلفزه؟ قطست الرماد ونسبت ال قطست الرماد ايه؟ ونسبت العزيزه ايه؟ وشوف لي حل ولوتين ولوتين، معناها شوف لي الحل ولوتين ونسبت العزيزه برسك نفس الجو معناها. اي شنو اللي يعجبك فيهم كي تتفرج؟ والله ما نعرف. اما تتفرج فيهم خاطر يعجبوك وكهو. كي تلقاو برنامج هكا للصغار في التلفزه تحب تشوفوا؟ اي شنو تحب تشوف فيه البرنامج باش انا ناخذ فكره ونعمل لكم الحاجات اللي انتم تحبوا؟ احب باش اطفال يكونوا مع بعضهم قاعدين وفرحين برشا اطفال قاعدين وفرحين. هاكا المخرج يسمع فيك. اي يعجبك هكاك كي تراهم تحب برشا صغار وتحكي وتلعبوا وكل شيء وقتك تسمع حصه حلوه. عندك الف حق في هذه، عندك الف حق. عندك اقتراحات تقولهن في البرامج نتاعنا نتاع الصغار؟ لا ما عندكش اقتراحات؟ ما عندكش حاجات تحب تشوفها؟ ما عندك؟ عندي حاجة. شنو؟ نحب نشوف الناس الكل فرحين، ونحب نشوف تتفرج انت مع بابا في البرامج بتاع السياسة؟ ما تتفرجش؟ فكعلينا نتفرجوا كان في البرامج اللي تعملنا هكا ولا ما انا كنسمع الاخبار انا مشيتهم حلو رجلتهم نتفرج في الكوميكي بدلتوا المعنى. ما تحبش الاخبار الخايبه، عندك الحق خاطر هو في عمرك انت ليه واحد يتفرج في الاخبار؟ يتفرج في الحاجات اللي تهمه هو كصغير، في البرامج تهمه هو. ما نتفرج مع بنت عمتي في الفيلم قبل ما نعرف فيلم يبدا يضحك، فيلم حاجه هكا ضامره اللي انت تتفرج فيه. ليه حاجه فيلم يخوف؟ تحب افلام الرعب؟ بالحق ما يخوفوكش؟ ايه وترقد من بعد مرتاحه ما عندك حتى قلق؟ ايه والله هذه مش انت بركة سمعتك تقول لي فيها، صغار برشا قالوا لي نفرجوا هكا وقت اللي احنا تربينا قلنا فيلم الرعب مش بيا كي نجيو باش نرقدوا، ما نحبوش نتفرجوا في حاجه فيها رعب. اما رعبك اللي يضحك معناها مش بالحق معناها. ها؟ رعب رعب وترقد من سافا. ميرسي راني. انت عديت معاك وقت حلو وما زلنا باش نكملوا كان هكا الجوله نتاعنا انا وياك نتفرجوا في الحيوانات بعد ما نكملوا نفطروا. اوكي
بيت محلاه ديك الهنديه ها اي مشيو فيسا خاطر ماما تستنى فينا اجا نهبطك يبلا عدينا نهار حلو عسل كيفك انتي يا راني ايوا شو ماما بونكتويل على الاخر هيك تستنى فينا عسلامة عسلامة محلاها خمسة وخميس عليها عسلامة ريان انتي خوها مصلي على النبي ربي يفضلهم لك وان شاء الله كي تتفرج في الحصة باش تعجبك برشا برشا وباش تتفاجئ براني ميرسي بوكو قبل ما تمشي معي في شهودة باش تعطيك الكادو شهودة ميرسي صحيت صحيت إيجا بجنبي هذاك الكادو نتاعك راني وان شاء الله نشوفك عروسة كبيرة ناجحة ان شاء الله ميرسي باي 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 راني باي باي وصلنا لاخر الحصة نتاعنا ان شاء الله يا ربي يا ربي الحصة الجاية ان شاء الله في نفس المواد ومع صغير اخر زاد كيف كيفش يكون عسل كيما هكايا نحبكم تتصلوا بينا على الباج فيسبوك نتاعنا نتاع ليميسيون تنجموا تتصلوا بينا وتخليوا لنا تصاور صغاركم ونجموا شاركوا معنا وين ما كنتوا وكيف كيف الارقام اللي هما موجودين في اسفل الشاشه نجموا تتصلوا بينا عليهم وان شاء الله يا ربي يجيونا برشا صغيرات حلوين يشاركوا معنا باي باي.